يا من لم يذهب الى الحارس. ايوه الحارس، ايوه الحارس جوني. مون ديو جوني، باردون جوني. C'est pas un truc, un truc, un truc, un truc, un truc, un truc. Giscard, Giscard, Strikers. On parle bien à ça. Nous ne savons pas, capitaine. Strikers n'a pas comme ça. Et toi, Jessica, qui a fait ça? Non, non, qui a fait ça. C'est notre fils, Seyyidi. Seyyidi. Prends-le à la prison. Hadir, Seyyidi. جنودنا كابتن ألن، أصبحنا أسبوعيا نتعرض لمهزلة ونكسة تصيب جنودنا. من يتجرأ على فعل هذا؟ هذه الأمور لا يمكن السكوت عنها كابتن. سيدي، الجنود لم يعطونا أي معلومة تفيد بالكشف عن الفاعل. إلى أين وصلت تحقيقاتك؟ أنا أعتقد أن رجال الغوطة هم من أذلوا عناصرنا، لأنني ذهبت وتحققت وتبين لي أنهم ليسوا من شباب حارة البروكار. ازرع الجواسيس في كل الاتجاهات. يجب أن نعرف من هي الجهة التي تقوم بتلك الأفعال مع جنودنا.
الشيء الذي أستغربه، لماذا لم يقم بقتل جنودنا؟ هذا سؤال مهم يمكن أن يوصلنا لمعرفة المجرمين المعتدين. سيدي، إذا تكررت الحالة أقترح إعادة المخفر إلى حارة البروكار. لا لا لا، لا داعي لذلك. أولاً، ساحة البروكار معبر رئيسي بين دمشق والحاكمية، وهي قريبة جداً منا. ثانياً، سوف نضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالتطاول علينا. يا أهل البيت، يا ستة معصمات. أهلين، تقبرنا. أهلين عفاف خانو، شو الغدا جاهز؟ إيه، غير أواعيك وبتلاقيه على الطاولة. وهو كذلك، يا الله. يعطيك العافية بابا. أهلين بابا. إيدك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. تصيني بشيء؟ بلا، وين رأي؟ على الستاج. عمل حسابك، بدك تبعتني على فرنسا اعمل اختصاص. اول واحد بيروح على فرنسا هو انت. الله يخليك عيونك. اجل الستاج هلا، رح غير وعي ونتغدى سوا ونحكي لنا كلمتين. خلص، عم استنى. يلا يا رب. لا تاخر بس. ابدا. ماما عمرو ريان البندوره. يا كريم يا كريم. عمي صياح. انا عم بساعده بفطر. السلام عليكم. مرحبا يا سينو. اهلا سعدو. اهلا بالشباب. السلام عليكم يا كريم. تفضل تفضل. السلام عليكم يا جار. السلام عليكم يا جار. يا خيار. ناديلو ناديلو. لا فتوح، لا فتوح، هاتني شاي لو علق سعدو. شاي. ليك شلون عم يحكي؟ ليه عم تعيط ولا؟ لنكون مو معبين عينك يعني؟ ايه انت اللي عم تعيط، مالك شايف حالك؟ اللي شو بدك؟ روح نادي لنا معلمك بلا شفترة، نحن معك ما لنا حكي، مستوانا أعلى من هيك. ايه ليه؟ وجعوا لا؟ ايه شو هالعيشة هي معلم؟ خير فتوح، شو صاير معك؟ ايه كريم وسعد ياطا. ايه يا ابي، انا بحب كارد الخياطه كثير والمشغل قريب من هون. اوهو، ردينا رجعنا على المشغل. ايش بها الخياطه؟ كارد الخياطه حلو، واهم شيء ترك زياده التصميم. ايه ان شاء الله ان شاء الله، الله يقدم اللي فيه الخير. هنائي هنائي. عمي عمي يلا بخاطركم يا ابي، انا رح امرق شوي على المشغل وبرجع على البيت. الله معك بنتي، الله معك. ربي يحميك. الله معك. هذا هنائي ابن اخي عبد الرحمن. عبد الرحمن اعطاك عمره من زمان، انا ربيته، سعره بسعر اولادي واعز. هذا عمك ابو جورج وحرمه. الله يرحم خيّا، والنعم منك ومن ابن خيّا. مري عمي. عمي تاخذ عمك ابو جورج وحرمته على البوسطه. يعني انا افوخي، تفضلوا. تشرفوا. يلا خاطرك يا ابو النور. اهلين، الله معكم. الله ما متاخر عليك. ان شاء الله باذن الله. خاطرك. الله معكم يا اختي، الله معكم. دير بالك عليهم هنايا. سعدو كريم، تعالوا اشتغلوا بحق اكلكم، نزلوا الحمل على الفرن. الله يحرمنا منه، الله يحرمنا الطاووس. ان شاء الله الله بيقلبك نسر. يلا يلا. وين تنزلوه؟ على الفرن. فوتوه لجوا. انت ها سعدو ها. عملني عندك شي دواء لهالتبني؟ هنا بالليل بتوم بيمشي حالها. ايوه. يا الله يا رب. يا الله. يلا كريم، يلا سعدو، يلا يا الله. طيوس العرب، انا جاي تحسب حساب معلمي عزم البيت. لا ما حزرت. ليش يا ولد طيوس؟ العرباية جاي لمعلمي ابو النور. معلمك ابو النور اخذ عرباية، طلب عرباية تانية، وكلام ابو النور لا يعلى عليه، هو اول واحد بياخذ. اسمع يا ولد طيوس، إن كنت مفكر إنك راح تحرم معلمي من الحطب، معلمي يقدر يجيب حطب بألف وسيلة، وهذا الكلام راح تندم عليه. عم تهدد ولا غزال؟ مثل ما تريد احسبها.
واحد دبا اختاروش طب البارك لك شبك هون لك ربا لك اوعى اسع للزعيم اسع 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 لا طوّص خلاص أولاد بعدوا عن بعض خلاص طب الهلّة كذب طوّص دولو لا نائي هاي مو حركات رجال اتركوا نائي اتركوا الرجال أشوف تعال عمي ليش ناديت لي؟ طاووس! اسمع يا طاووس من هلا ورايح حطب ما عاد بدنا منك والكلام لهالحارة الخوخة من يوم وطالع رح يصل الحطب لبيوتكم واحد واحد مفهوم كلامي؟ كلمين على شغله يا اخوان غزال وراي كرمالك معلم انا بخسر كل الزباين خلاص ما في مشكله انا بعوض لك